المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية. سيادة اللواء أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا بك فهم وأهلا بالمشاهدين. سيادة اللواء، أفردتم العديد من الأسباب التي على أساسها اتفقتم وبالإجماع على مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية قادمة. الوقت لن يتسع لكل هذه الأسباب، ولكن إذا استطعنا أن نوجزها في دقائق معدودة. بص سيادتك، الانجازات اللي اتعملت في البلد في الفتره اللي المشير السيسي قعد فيها انجازات كبيره جدا هو بداها، فمن المستحب ومن المؤكد انه لازم هو اللي ينهيها. هنبدا بنا اولا البنيه التحتيه، البنيه التحتيه دي اساس التنميه في العالم كله، عشان عملت بنية تحتية هي اللي بيبدأ منها تقدم الدول في جميع المجالات، وكل وعمل جميع المشروعات اللي عملها من حياة كريمة ومبادرة صحية والمشاريع العملاقة اللي حصلت في البنية التحتية هي لازم تكمل عن طريق، وما ينفعش ان انا اجيب حد جديد نبدأ نجرب او يعمل تكملة، لان عشان ما نقفش على حاجة ونبدأ نعطل نقعد سنة واتنين عمال دراسات تبدأ وتعمل. جميع المجالات اللي في الزراعة وفي الصحة وفي الصناعة وفي جميع المجالات هو بدأ، فلازم هو اللي يكمل هذه البنية. نعم سيادة اللواء، أشرتم أيضا إلى الأمن والاستقرار، هذا العامل المهم في بناء وتقدم أي أمة في الأمم. ما الذي قصدتم به في الأمن والاستقرار؟ الأمن طبعا أهم حاجة كانت موجودة، وده بدأ من أول ما بدأنا، ما بدأ الرئيس السيسي كان القضاء على الإرهاب، لأن هو أول حاجة عشان أبدأ أعمل تنمية. الحالة الأمنية اللي موجودة عندنا حالة ما كانش موجودة قبل كده، وهي أهم حاجة في التنمية، وخاصة التنمية الاقتصادية والزراعية والصناعية. كل الناس حاسة بالأمن، ده أهم حاجة عشان نكمل المسيرة. نعم سيادة اللواء، ذكرت العديد من الإنجازات والعديد من المشروعات. حزب الحركة الوطنية المصرية أكثر ما لفت انتباهه في هذه الإنجازات الأخيرة أو في المشروعات الوطنية التي أقيمت عبر السنوات الماضية أو فيما يخص البناء والتنمية تحديدا، أكثر هذه الإنجازات التي على أساسها يعني كان لكم الدور وبالإجماع في هذا القرار؟ بصراحة الإنجازات كلها، وخاصة التعاون مع الدول كلها وعلى مسافة واحدة من جميع الدول، وبعدين التنمية وإفريقيا دي مهمة جدا، علاقات مع إفريقيا تقدمت، وأهم حاجة دي بلد إفريقيا دي عبارة منجم لكل حاجة في العالم، أغنى دولة في العالم. التقارب اللي حصل منها ده أهم حاجة فيها، إن التقدم ده لازم يحصل ويستمر عشان نقدر نعمل إنجازات في كل حاجة. نعم. لكن الأول كنا سايبين أفريقيا في منسية تماما بالنسبة لنا، وبعدين الصناعة المهم، اهم حاجة ان احنا نبدأ نزود الانتاج. كل حاجة ممكن تحصل بزيادة الانتاج، لكن المشكلة ان في طبعا في حاجات دولية كتيرة بتعوق المسيرة، لكن ممكن ان احنا نقدر نتغلب عليها بالهدوء وبالمصابرة. نعم نعم. واحنا بعلاقتنا بصراحة ما الخارجية علاقات وطيدة مع كل دول العالم، ودي ميزة من ميزات. نعم اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.